فعاليات، كيف تصدر سوريا إلى المشهد العالمي؟ أول شيء هذا يظهر أين هي سوريا من قلوب هؤلاء الذين غادروا بلادنا ومنطقتنا منذ قرنين من الزمن، لكن سوريا تبقى في القلب. أن يأتوا اليوم إلى دمشق للاحتفال بالذكرى 50 اللي فيها عرب، هذا يؤكد أن سوريا كانت وما تزال في القلب. نحن مطالبون من أجل تعميق هذا الانتماء، من أجل استمراريته، تحضير برامج، وبشكل خاص فيما يتعلق بموضوع اللغة العربية، وبرامج سياحية من أجل أن يتمكن الشباب من أبناء هؤلاء المغتربين من زيارة سوريا باستمرار حتى نحقق هذا التواصل. هذا الشيء مفيد. عندما يأتون إلى هنا، عدا عن تعميق التواصل، هم يطلعون على الأوضاع هنا. عندما يعودون إلى بلادهم أو البلاد المضيفة أو التي يقيمون بها في أمريكا اللاتينية، سيبذلون جهودا كبيرة من أجل أن يشرحوا للرأي العام حقيقة ما يحصل في سوريا، ومن أجل دفع الحكومات لانتهاج مقاربات أكثر عدالة على صعيد العلاقات بين الدول. Creo que ha sido un evento extraordinariamente importante. طبعا هذا المؤتمر يعتبر مؤتمر مهم جدا بشكل استثنائي بالنسبه، اما بالنسبه لاتحاد الكيانات العربيه الامريكيه او بالنسبه لسوريا، ووجودهم هنا في مؤتمرين هذا الخمسين وعقده في سوريا هو للتاكيد على روابط الانتماء بالنسبه لهؤلاء، وايضا رفع الصوت لما يحدث في سوريا ونقل رساله مهمه الى شعوبهم ولاوطانهم الاصليه بان سوريا لا تقف وحدها وان ندعم في جميع المجالات، ولمسنا ذلك من مشاركات جميع من تحدث خلال هذا المؤتمر. طبعا كوبا كانت لها دائما مساهمات في جميع نشاطات في عرب. الكونغرسو es de las federaciones de entidades árabes de América Latina. نحن هنا في مؤتمر اتحاد الكيانات العربية الأمريكية في أمريكا اللاتينية، أتينا هنا لنعقد مؤتمرنا الخمسين هنا في على الأرض السورية. عقدنا لقاءات كانت مثمرة جدا مع الوزراء السوريين ومع المسؤولين السوريون هنا، وكان اجتماعنا أيضا ومؤتمرنا مؤتمر مثمر جدا. نحن قدمنا العديد من الاقتراحات لمساعدة سوريا على التخلص من العقوبات والخروج من الوضع الذي تعيشه. أنا أشعر أن من واجبنا أن نحمل من هنا من سوريا رسالة صداقة وأخوة ورسالة إنسانية إلى بلداننا. اللغة هي أحد أهم مكونات الهوية الوطنية والثقافة والهوية الثقافية، لكن هؤلاء الذين أتوا هم من الجيل الثالث والرابع والخامس، فلا نستطيع أن نحاسبهم على عدم تعلمهم للغتنا العربية. تعليم اللغة العربية لا يمكن أن يتم قصراً. نحن في سوريا نشجع طبعا على تعلم العربية، وزارة الثقافة تعتبر أن حماية العربية ودعم حسن تعليمها وحسن انتشارها هو من أحد أهدافها، ولكن طالما أن ليس لنا مراكز ثقافية في تلك الدول فيدانا مغلولتان ولا نستطيع أن نفعل الكثير، اللهم إلا أن نوافي من يطلب بالكتب والمطبوعات الخاصة بالأطفال واليافعين والكبار يعني يظلوا على تواصل مع لغتهم العربية.